كل سنة وانتم طيبين. الصيف جه، والصيف طبعا بيحب الخروجات، وكتير مننا بيحب يقضي أجازة كده سعيدة، مصيف، أجازة، يرتاح شوية من عناء العمل ومن عناء المذاكرة ومن عناء حاجات كتير أيام الشتاء. فالنهاردة إن شاء الله هقولك على شوية حاجات تجهزيهم للمصيف، بحيث إن الرحلة تبقى ممتعة وما تبقاش أشغال شقة أبدا، وتبقى يعني ممتعة للكل بما فيهم أنتي، وأنتي أولهم طبعا. تمام؟ إن شاء الله تابعي معايا الفيديو، وبإذن الله هتلاقي إن الموضوع سهل جدا، وكل حاجة بتبقى سهلة بالتخطيط. تمام؟ يعني إحنا اتفقنا إن أي حاجة لازم نخطط لها، ورقة وقلم كده واكتبي ورايا، وياريت تخلي الحاجات دي او الحاجات اللي انت هتكتبيها وتجهزيها دي في ورقة عندك كده، علشان كل ما تروحي رحلة تستمتعي بيها من غير ما يكون ناقصك اي حاجة، ومن غير ما تبقي مرتبكة وتعبانة ومرهقة وكل الكلام ده. تمام؟ اول حاجة لازم هنختار المكان اللي نروحه مصيف. يعني هنشوف المكان ده شكله ايه، هنشوف المكان ده اسعاره ايه، الجو هناك شكله ايه، اسعار الخدمات هناك ايه. يعني لو مصيف مثلا هنشوف اسعار الاماكن ايه، اماكن الترفيه، اماكن دخول الشواطئ، اسعار الشماسي، كل المعلومات هنعرفها عن المصيف قبل ما نروح. تمام؟ يبقى ده اختيار المكان، دي اول حاجة. تاني حاجة واهم حاجة عشان تستمتعي برحلة ظريفة وجميلة جدا، هاتي ولادك وزوجك كده واتفقي معاهم على ان هم هيساعدوكي في كل حاجة قبل المصيف وبعد المصيف واثناء المصيف. قبل المصيف هيعملوا ايه معاكي؟ كل واحد هيجهز كل حاجة، احنا هنكتب الحاجات بالورقة والقلم كده، وكل واحد هيساعد معاكي في تحضير هدومه، في تحضير الادوات، في تحضير العوامات، في تحضير كل حاجة. تمام؟ لكن برضو لازم تتممي بنفسك على كل حاجة، علشان ما تتفاجئيش هناك ان في حاجة مش ظريفة، في هدوم ما كانش ينفع ياخدوها، في هدوم مثلا مش مناسبة للبحر، مش مريحة، اي حاجة. لازم بنفسك كده تتممي على كل حاجة، بس هما اللي هيجيبوا، كل واحد هيجيب أدواته. تمام؟ قبل المصيف بقى كل واحد هيحضر هدومه، هيحضر حاجته اللي هو عايزها، الشوزات بتاعته، السليبر بتاعه اللي هو الشبشب أعزكم الله. فكل واحد هيجيب حاجته كده قدامك، وهتشوفيها مناسبة ولا لأ، ولو مناسبة هيحطها في شنطته. تمام؟ او في شنطة من الشنط. ده قبل الموضوع. كمان هيساعدك في تحضير كل واحد من اولادك وزوجك، هيساعدوا في تحضير وجبات كده هتحضريها قبلها، علشان حتى ولو بالاقتراحات ممكن قوي، وانتي اثناء ما بتعملي هيساعدوكي برضو في الموضوع ده. ده قبل اي حاجة هنتفق معاهم على تحضير كل حاجة، وعلى تجهيز معاكي وعلى مساعدتك قبل اي حاجة. وزي ما قلنا اثناء بقى المصيف هيساعدوكي في ايه؟ كل واحد هيجي من البحر هيغسل هدومه وهو بياخد الدش بتاعه. تمام؟ لو كان في حد تاني مستعجل على الحمام خلاص ياخد الشاور بتاعه، ولكن يبقى عارف ان هو هدومه هو اللي هيغسلها، وهو اللي هيعلقها على المنشر، وهو بعد كده هو اللي هيجيبها، مش انتي تفضلي زي النحلة كده شغالة للكل. لا، ما ينفعش، لازم انتي كمان تستمتعي، مش هما يستمتعوا وانتي تتعبي جدا وتحضري وتلفي لكله. لا، ده اثناء المصيف، دي ابسط حاجة. تمام؟ كمان اللعب او الادوات بتاعة البحر
هيكون فيه يا اما بوكس كبير يا اما شنطه كبيره هيحطوها جنب باب الشقه علشان الدنيا والشقه ما تتبهدلش كلها بالرمله. تمام، الشوزات بتاعتهم على جنب جنب باب الشقه، كمان اللعب والادوات بتاعه البحر جنب باب الشقه، تمام، محدش يدخل بيها جوه ابدا. خلاص. تالت حاجه بعد المصيف طبعا هيحضروا، هيجهزوا معاكي وهيقوموا معاكي بالواجب في ان هم يردوا كل حاجه مكانها، يعني هنفضي الشنط سوا، هنشيل كل حاجه مكانها سوا، كل واحد انت هتوزعي المهام وكل واحد هيعمل حاجه بما فيهم انت. تمام. طيب رقم ثلاثة، شنطة بقى هيكون فيها المايوهات، العوامات، لعب البحر، أدوات البحر، وبرضو تتممي على كل حاجة على أساس ما يطلعش بعد ما تروحي هناك تلاقي عوامة مخرومة، تلاقي حاجة مش مناسبة، لازم تتممي زي ما قلت على كل حاجة. رقم أربعة، شنطة بقى فيها ملابس للنوم وملابس للخروج وسليبر لكل واحد علشان يمشي بيه جوه البيت او جوه الشقه بتاعه المصيف. تمام. مقدار الملابس بقى يعني كم طقم مثلا هيتوقف على عدد الايام اللي هتروحي فيها المصيف، يعني لو يومين مفيش داعي تاخدي غير طقم واحد بس، يومين ثلاثة أربعة، كل حاجة على حسب عدد الأيام. كمان لازم تاخدي عدد ملابس كفاية بحيث ان انت مش كل شوية عايزة تغسلي، يعني انت لازم تستمتعي زي ما قلتلك. تمام. طيب رقم خمسة، جهزي بعض الوجبات علشان ما تصرفيش كتير هناك، يعني في وجبات جمديها كده، جهزيها وجمديها، زي مثلا تبلي بانيه وحطي عليه البقسماط بتاعه وكل حاجة على أساس إن هو هيبقى على التحمير. ممكن برضو تجهزي كفتة في الأسياخ بتاعتها، ممكن برضو تجهزي شوية عصاج وتحطيهم في علبة، كل الحاجات دي جمديها بحيث إن انتي تروحي هناك تبقى على التشطيب، يعني على النهاية، البنية على التحمير، الحاجة الكفتة على التسوية، العصاج ممكن تعمليه في سندوتشات مع شوية بيض، كل الحاجات هتبقى جاهزة. تمام. كمان جهزي بيض مسلوق، جهزي ممكن قوي تعملي بيتزا، بيتزات صغيرة كده هوت، وتحطيها برضو في الفريزر وتجمديها. كل الأدوات دي أو الوجبات دي هتعمليها وتحطيها في آيس بوكس تبقى جاهزة خالص علشان تحمريها هناك. تمام. كمان جهزي بيض مسلوق زي ما قلت، كمان جهزي مخبوزات او معجنات، يعني مثلا قرص طرية بالعجوة، قرص طرية باتيه بالجبنة، قرص بالجبنة، كل الحاجات دي هتساعدك ان انتي ما تاخديش وجبات معاكي في البحر، تاخدي معاكي المخبوزات دي، وكمان علشان ما تاخديش وجبات تقيلة، مش وجبات كاملة، لو حد جاع في البحر بياكل حاجات من دي، حاجات وجبات خفيفة جدا كده. تمام. برضو خدي معاكي في الايس بوكس ده شوية تلج او زجاجات تلج. تمام. رقم ستة، سندوتشات جهزيها برضو للطريق، دي هتكون معاكي جوه العربية او جوه الاوتوبيس بتاع الرحلات، دي هتكون للطريق وبس، وياريت السندوتشات دي يكون فيها وجبات خفيفة، يعني مثلا جبنة، مش حاجات خفيفة، علشان في الطريق ما نحتاجش للحمام. تمام. شنطة صغيرة كده فيها سندوتشات جبنة بسيطة كده علشان الطريق، وزجاجتين مية ولا حاجة. تمام. رقم سبعة، لو في إمكانيات عندك يعني زيادة شوية، ممكن قوي تشتري أطباق ومعالق بلاستيك على أساس توفري شوية في المواعين أو في غسل الأطباق هناك، يبقى كل الحاجات دي استعمال مرة واحدة. تمام. طيب رقم تسعة،
رقم 8. تمام. انا قلت بيض مسلوق تاخديه معاكي، جبنه مثلثات. طبعا البيض المسلوق برضو بيتحط في الايس بوكس علشان ما يخسرش، ما يفسدش منك في الطريق. جبنه مثلثات او اي جبنه، خيار وطماطم وبعض الفاكهه ممكن قوي تاخديهم علشان ما تضطريش تشتري من هناك والميزانيه بتاعتك تختل. يعني رقم 9، اكياس او علب صغيره لو عندك برطمانات صغيره كده، لو عندك علب صغيره، لو عندك علب، اي علب حتى لو كرتون، او لو ما عندكيش يبقى اكياس صغيره. حطي فيها ايه بقى؟ ملح، فلفل اسمر، شاي، سكر، بطاطس محمره. كل الحاجات دي هتساعد معاكي وتخليكي ما تصرفيش كتير. طيب رقم 10، برضو هتجهزي كيس كده او شنطه فيها امشاط للشعر، فيها شامبو، فيها كريم او زيت شعر، فيها مسحوق غسيل، فيها صابون سايل علشان ما تضطريش برضو تشتري من هناك. كل الحاجات دي مع بعضها في شنطه، وكل يبقى عارف شكل الشنطه دي ايه، عشان مش كل واحد فين يا ماما، فين كذا، فين الامشاط يا ماما، فين معرفش ايه يا ماما. تمام. كل واحد، ولو عندك بنوته كبيره كده حطي الحاجات دي في شنطتها. تمام. رقم 11، جهزي فوط بعدد افراد الاسره، كل واحد له الفوطه بتاعته ويبقى عارفها ومسؤول عنها، مسؤول عن تنشيفها، مسؤول عن غسلها، مسؤول عن انه يجيبها منين، كل واحد مسؤول عن حاجته. تمام. رقم 13، كمية ملابس خروج بعدد الأيام عشان ما تضطريش للغسل كل شوية. رقم 14، ضبط الميزانية. لازم نظبط الميزانية بتاعتنا، نشوف كده عدد الأيام الأكل هيكفينا، هنحتاج حاجة تانية نجيب معانا فلوس زيادة علشان لو احتاجنا حاجة. كمان لازم يكون معانا مبلغ من المال احتياطي علشان الطوارئ، احنا مش ضامنين ممكن اي حاجة لا قدر الله تحصل ونحتاج فيها فلوس. طبعا عاملين حسابنا في كل الايام دي، اماكن الدخول بتاعة الشواطئ، اماكن دخول مثلا لو في اماكن ترفيه، مراجيح، اي حاجة من دي، اماكن لبعد الظهر، كل ده معمول حسابه بالورقة والقلم، وكمان معانا مبلغ احتياطي زي ما قلت للطوارئ. رقم 15، لو المصيف فيه انتقالات، يعني انت حاجزة رحلة فيها الانتقالات بتاعت كل حاجة والمصاريف بتاعت كل حاجة والدخول والمواصلات، اوكي تمام. لو ما فيهاش يبقى لازم طبعا تعملي ميزانية للحاجات دي كلها. رقم 16، ما تنسيش مجموعة من الأدوات كده والأدوية علشان دي احتياطية ولازم تكون موجودة معاكي. أول حاجة مطهر للجروح لا قدر الله، قطرة لتهدئة العين، دواء ماس مسكن لأي ألم، دواء برد، كريم واقي من الشمس. تمام. كمان دي الأدوية، كمان لازم يكون معاكي مقص وإبرة وخيط، كل الحاجات دي تكون موجودة في شنطة واحدة. تمام. دي الحاجات، أهم الحاجات اللي لازمانة في المصيف، ودي حاجات قدرت يعني أحضرها ليكم، وإن شاء الله رحلة سعيدة، وإن شاء الله مصيف سعيد وأجازة سعيدة، وربنا يسعد كل أيامكم بالخير بإذن الله. بحبكم جدا جدا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.